meine Erwartung, also die Autorität geschlossen hat, wird der Heim, und der Heim, der die Aktien für meine Erwartung, und schreibt dann am Adem hin, und dann noch gut an, da ist man in Schein, und in der Hilfe, und Fatiha, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أعلى الورى ربة وأرفع على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد سمى البرايا شاها وأوزاع يا ربي صل على محمد سمى البرايا جاها وأوزاع يا ربي صل على محمد وسلبنا ربي يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا ربي صل على محمد واصلح لقلبا وعفو انفع يا ربي صل على محمد واصلح قلبا وعفو انفع يا ربي صل على محمد يا ربي Oh,
تابعين لهم بصدق ما هداها للمودة هيا جل شانا صلى الله عليه. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وهوى لأن أشواها صلى الله عليه. أين المحبون الذين عليه تبدل النفوس مع النفائس هذا صلى الله عليه. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به تعشوا أنها برانا صلى الله عليه. فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتهن تسأل ربا رضوانا. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارمي في الآذانا صلى الله عليه. وانصت إلى أوصاف طه المجتبى واحجر لقلبك يبتلي وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صلى عليك الله يا عدنان يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني Yeah.
حتى بنادى ارفع وسل
الطعق وقل يسمع لقولك نجم فخرك تبارك صلى الله عليه. ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا آتي على الجنان صلى الله عليه. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله من رحلانا صلى الله عليه. ولسوف يعطيك فترضى جل من معط تقاصر عنك الله رحانا صلى الله عليه. بالله كبر الذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب القرآن على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا واسع الكرمي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرمي. Thank you.
وبارك عليه وعلى آله. لما تناومت البروض لأحمد عن إذن من ما شاه وقد كان حملت به الأم الأمينة بنت أب من لها أعلى الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطالب رأى له برهانا قد كان يأمر نور طه وجهه وصار إلى الإبن المصون عيانا وهو ابن هاشم الكريم شهم بن عبد المناف بن قصي كان صلى الله عليه والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عزيز بذلك شانا صلى الله عليه واحفظ وصول المصطفى حتى ترى في سلسلات وصوله عدنانا صلى الله عليه فهناك كف وعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأبي معوانا صلى الله عليه وحينما حملت به آمنة لم تشكو شيئا يأخذ النسوانا صلى الله عليه وبها رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه بالزهر من في بطنها فاستبشرت ودن المخاض فمترعت رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع عالى صلى الله عليه وحميل فجر أبرز شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما يا نبي سلام عليك.
يا الله
فاحيا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلى وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هنيت التولان دنار سموان بساركن سموان مولين مولية زاهركن شكور رس ceria baginda lah rahmat Allah karunia jasanya Nabi tersangat besar selamat iman tidak tersasar panduan hidup baginda ajar berakhlak mulia berjiwa tegar janganlah tua terlutut dosamu banyak nafsu kau ikut zabaniyah datang nak ragut walau berdosa setinggi gunung amal tiada pahala kosong kepada Nabi mintalah tolong dapat syafaat engkau beruntung wahailah Rasul wahai junjungan rindunya hati padamu Tuhan mohon عليه وعلى آله.